السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس المتوسط. معانا النهاردة ليسون 4 يونت 4، عنوان الدرس Saving Water، ادخار الماء. Work with your partners، اعمل مع شركائك. Think and talk about the questions، فكر وتحدث عن الأسئلة. How do people waste water؟ كيف الناس تسرف الماء؟ هو هنا بيقول لي they forget to turn the tap off، هم ينسون أن يغلقوا الصنبور. Tell the rest of the class your ideas، اخبر باقي الفصل عن أفكارك. Writing، هنكتب write a sentence about each picture on the poster، اكتب جملة عن كل صورة في الملصق الإعلاني اللي تحت. هنا بيقول لي in groups make your own poster telling people how to save water، في مجموعات اعمل الملصق الإعلاني الخاص بك تخبر فيه الناس كيف تدخر الماء. Think of other ways to save water، وفي النهاية فكر في طرق أخرى لادخار الماء. أنا عندي البوستر أهو. انا يعني عندي يا اولاد دونت يعني لا، دونت يعني لا، يعني لا هنستخدمها في الصور اللي عليها علامة اكس، بقول له لا لا لا. طب قبل ما نحل السؤال هنتفرج على فيديو بتاع قصير عن ادخار الماء. السلام عليكم، مساء الخير اخوي، ممكن من وقتك دقيقة لو سمحت؟ ايه تفضل تفضل. انا شفتك تسقي حديقتك. ايه عشان ما يموت اللي زرعته. كلام جميل، طيب ليه ما تستخدم ادوات ترشيد استهلاك الماء؟ وش الفائدة منها؟ انا الحين اوريك وش الفائدة منها. الطريقة الأولى الماء ما يكفى، خلنا نجرب الطريقة الثانية. جرب، خلنا نشوف. الحين بنجرب ونشوف. صحيح، استخدام أدوات ترشيد استهلاك المياه مفيد وموفر للموية بعد. زي ما شفتم يا ولاد، عشان يرسي لترشيد استهلاك المياه بنستخدم اللي هي الأدوات ترشيد استهلاك المياه. هو دلوقتي بيسقي الزرع، عندي بيسقي النبات، هو بيستخدم ماء كثير. ماسك الجردل بتاع المياه السقاية وعمال نازل سقي في النبات. طب ايه الفايدة؟ عمال تخلص في النبات. انا هاخد دونت على الصورة دي، اقول له مثلا ايه، لا تستخدم الكثير من الماء.
لا تستخدم الكثير من الماء. يستخدم يعني يوز، يبقى اقول له يوز دونت يوز، ها الكثير من يعني a lot of، او ممكن اقول له lots of ها water، ها اقول له كده عندما when، ها عندما انت، انت يعني ايه؟ يعني you، when you. طيب تسقي الزرع، تسقي يعني ايه؟ تسقي يعني water، when you water، ها ها الورود يعني ايه؟ flowers، when you water flowers. خلاص يبقى لا تستخدم الكثير من الماء عندما انت تسقي الايه؟ الورود. طيب دونت ايه تاني؟ لا ايه دي واحده بتفرش اسنانها وسايبه الحمام في السنبور بتاع الميه مفتوحه، يبقى انا كده هقول له ايه؟ دونت ليف، هقول له كده دونت يوز ووتر، لا تستخدم ماء، ها ها لا تستخدم ماء، ها بينما يعني while، while انت يعني ايه؟ يو، هقول له كده while you are، بينما انت، انا هقول هنا are عشان انا هقول الجملة في المضارع المستمر، ها يفرش يعني brush. طيب براش، انا عندي ار هنا يبقى لازم الفعل يجي بعديه اي ان جي، وايل براشينج يور ايه؟ تفرش اسنانك، يبقى اقول له دونت يوز ووتر وايل يو، وايل يو ار براشينج يور تيث، او ممكن نحذف ايه؟ يو ار خالص، اقول له وايل براشينج يور تيث، لا تستخدم ماء وانت بتفرش اسنانك. ليه نشغل ميه واحنا بنفرش الاسنان؟ لما تيجي تغسل سنانك اقفل الصنبور وفرش اسنانك الاول بالمعجون، بعد كده افتح الصنبور واغسل الاسنان. الصوره الثالثه برضو عليها دونت، هي عندي دونت اهي، هنا واحد بيستخدم الايه؟ البانيو عشان يستحمى، لا هقول له دونت يوز، لا تستخدم، ها لا تستخدم ايه؟ ها don't use the البانيو يعني bathtub، bathtub don't use the bathtub when، when you take a shower عندما تأخذ دش. always بقى دائما مع علامة الصح، اقول always دائما اغلق الصنبور بعد الاستخدام، always اغلق يعني close، always close ها الصنبور يعني ايه؟ او ممكن اقول له turn ها the tap، صنبور يعني tap، وهقول له off ها after use بعد الاستخدام، always turn the tap off after use، دائما اغلق الصنبور بعد الاستخدام. دائما برضو نعمل ايه؟ always use the shower، انما دوت واحد بياخد دش باستخدام خرطوم الدش، شايفين؟ يبقى انا هقول له دائما استخدم خرطوم الدش ايه؟ when you عندما تاخد دوش. طيب تستخدم يعني ايه؟ كتبناها ثلاث مرات فوق، هقول له يوز، ها هقول له ذا خرطوم الدوش يعني ذا شاور، اول حاجه دوش يعني شاور، خرطوم يعني هوز، always use the shower hose when you take عندما انت تاخذ ايه؟ شاور، when you take a shower. لحظه لحظه، هنا الجمله الاخيره شبيهة بالجملة بتاع، شبيهة بالجملة التالتة، لكن هنا ايه؟ هنا when you take a shower، هنا when you take a shower، لكن هنا بقول له don't use the bathtub، هنا بقول له use the shower hose، لا تستخدم البانيو، هنا بقول له استخدم خرطوم الدش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.